أقول يا راشد، الاتفاق اللي بيننا وبينك إن حلالنا يرعى مراعيكم بالوقت اللي يناسبنا، وما لحد منكم حق يعترض. وأنا موافق طال عمرك. ومرابعكم نرعى بيها وقت ما ودنا، وإن الدنيا محالت والمطر شح انتوا تنزحوا وحنا المراعي تصير إلنا. وهذا الكلام أنا موافق عليه. مواليد حلالكم، 3 سنين إلنا، والسمن والحليب، وانتوا مالكم إلا قوت يومكم. موافق. ويوم تخذ الشيخة يا راشد شويرك يبقى واحد منا، والرأي والشور لشويرك. موافق، ومثل ما يقولوا أنت تفصل وأنا ألبس. وإن ماجد ولا واحد من ربعك وقع أسير بيدي، أنا حاكمه وبالطريقة اللي أراها أنا وربعي. موافق. اسمع يا راشد، هذا الاتفاق اللي صار بيننا شفت عينك عليه شهود، وإن حلت أو ملت ترى مالك حق تحكم قبيلتك، وأنا أحكمها بشور راسي. موافق. خير، تفضل يا شيخ راشد. قهونا يا قهونا. تفضل 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 يا شيخ راشد. يا مرحبا.